ارزع اللايك وتعالى بقى احليلك. احمد جمال فين؟ ايه اللي حصل؟ تقول لنا احمد جمال فين؟ لغز على كل السوشيال ميديا، احمد جمال فين؟ تعالى اقول لك احمد جمال فين. رزعت اللايك، رزعت اللايك، مبسوط من الحلقه؟ اكتب لي، اكتب لي مبسوط من الحلقه ولا لا. بص يا سيدي، وبرضو الكلام ده من مصدر كنت بتكلم معاه صباح اليوم، يعني كلام من مصدر. المصدر حكي لي، انا سالته قلت له فين احمد جمال؟ هل في مشكله مثلا، ولا احمد جمال راجع، ولا القصه، ولا الحكايه، ولا الروايه، اين احمد جمال؟ قال لي احمد جمال عنده مشكلة كبيرة مع قناة نادي الزمالك. تحبوا تعرفوا المشكلة؟ وساب الحلقة 18 دقيقة ورجع وقعدوا يبوسوا راسه. يا عم محمد ما تشوقناش، يا عم محمد ما تشوقناش، دي قناة بعد الماتش دي بتطلع بلاوي. حاضر مش هشوقك، والله مش خسارة فيها لايك. الحلقة دي، الحلقة دي تاخدها كده وتحطها كده ايه في النيش. احمد جمال كان في حلقة مؤخرا، وكان المفروض في اخر الحلقة، ركز معي، كان المفروض في اخر الحلقة هيذيع فيديو بتاع الشيخ محمود رضوان. من هو الشيخ محمود رضوان يا أنكل محمد يا أسطورة اليوتيوب وعالم ما وراء الفيسبوك؟ الشيخ محمود رضوان ده الراجل الشيخ المحترم اللي طلع قال الأهلي إخوان، وطلع قال مش عارف مين إخوان ومين إخوان ومحمود الخطيب ومش عارف مين، والأهلي مفرغة ولا مفرخة للإخوان، والراجل طلع قال كلام من هذا القبيل. فأحمد جمال في آخر الحلقة كان مطلوب منه أنه يذيع الفيديو ده، مقطع الفيديو ده. ركز معايا، حلقة للتاريخ ولا مش حلقة للتاريخ؟ حلقة للتاريخ. احمد جمال كان مفروض في اخر الحلقة يذيع المقطع ده، احمد جمال رفض، وفي الفاصل احمد جمال كان مروح. احمد جمال كان مروح، قعدوا 18 دقيقة يتحايلوا عليه، لدرجة ان الاستاذ اسمه بشير، الاستاذ بشير، مش عارف اسمه ايه، بشير كده، الاستاذ بشير اللي هو مدير القناة حاجة زي كده، بس راسه قال له عشان خاطري ارجع، عشان خاطري ارجع كمل الحلقة، عشان خاطري ارجع كمل الحلقة، وتحايلوا عليه عشان يرجع يكمل الحلقة. وقعدوا 18 دقيقة يقنعوا أحمد جمال إنه يرجع للهوى ويكمل الحلقة بتاعته. وأحمد جمال من يومها هذا وهو يعني بعيد عن قناة نادي الزمالك، وبنسبة 99.9%، إذا ظلت الأمور على ما هي عليه، أحمد جمال لن يعود إلى قناة نادي الزمالك. أنا حكيت لك اللي حصل، وأنا حكيت لك اللي اتقال من قلب الكواليس. دي كواليس الكواليس، دي كواليس الكواليس. طيب تعال نسأل نفسنا سؤال، لسه الانفراد مخلص؟ لسه الانفراد مخلص؟ تعال نسأل نفسنا سؤال واديني رأيك في التعليقات، اديني رأيك في التعليقات. ليه احمد جمال مرضيش يذيع المقطع بتاع الشيخ محمود رضوان؟ ايوه، ما كان يذيعه. انا لو مكانه، لو مذيع، دي سياسة القناة، مذيعه. هو انا اللي قلت ده الشيخ محمود رضوان اللي قال ايه يعني لما ذيع المقطع؟ أذيعه صح؟
طب ليه رفض ان هو يذيعه؟ حد عارف؟ حد عارف؟ سألت المصدر اللي انا كنت بتكلم معاه النهارده الصبح، قلت له يا مصدر، قال لي ايوه يا واد يا اسطوره. قلت له طب ليه احمد جمال مرضيش يذيع؟ طب ما كان ذاع وخلص. قال لي والله يا دي يا مصدر انا معرفش، ولكن انا شاكك في حاجه. ده المصدر بيقول لي انا شاكك في حاجه. شاكك في ايه؟ شاكك في ايه ايها المصدر الموثوق؟ قال لي انا شاكك ان احمد جمال اصلا عليه قضية، اللي هو لما طلع تسجيل ان هو بيشتم الناس المسؤولين في الاهلي فاحمد جمال شايف ان هو ده بقى تخمين. المعلومات خلاص خلصت، الانفراد خلص، عشان اكون مفرق ما بين المعلومة والتوقع. المعلومة خلصت، اللي انا بقى بقوله لك ده دلوقتي هري. ايه يا محمد انت بتقول عن نفسك هري؟ اللي انا بقوله ده هري. يعني ايه هري؟ يعني تخمين توقع وليس معلومة، عشان اكون امين معاك. احمد جمال عنده مشكلة مع ادارة الاهلي، وطلع له تسريب، الله اعلم هل التسريب ده صحيح، التسريب ده مش صحيح. فاحمد جمال محبش انه يذيع الفيديو ده عشان ما يزودش العداء مع مسؤولين الاهلي، وخاصة ان في محاولات للصلح او تنازل عن القضية. لا، احمد جمال مش اخواني. الناس اللي بتقول دلوقتي في اللايف احمد جمال اخواني، احمد جمال مش اخواني، واحمد جمال زملكاوي. لا اخواني، واحمد جمال زملكاوي. ولكن ليه رفض يذيع المقطع؟ العلم عند الله، العلم عند الله. ولكن انا بتوقع ان هو مش عاوز يزود العداوة مع مسؤولين الاهلي، وممكن في ناس بيصلحوا، فهو لو ذاع الفيديو ده هيبوظ الترتيبات ان الناس يتنازلوا عن القضية اللي رافعينها عليه، وخاصة ان في التسريبات طلع الفاظ صعبة على مسؤولين الاهلي. وقضية اذا صح التسجيل الصوتي بتاع احمد جمال، ما ممكن يكون مزيف، واحمد جمال بريء، واحمد جمال بريء. فدي التوقع بتاعي. اكتب لي في التعليقات رأيك، واكيد كلنا بنتمنى، وانا اولكم بتمنى اني يعني، ودي خلي بالكم مش المرة، دي مش المرة الاولى، دي المرة التانية في خلال شهرين ان احمد جمال يختلف مع مجلس ادارة نادي الزمالك، وتحديدا مع المستشار مرتضى منصور. دي المرة التانية ان هما يختلفوا فيها. فالظاهر في حاجة في النفوس احنا مش قادرين نعرفها ما بين المستشار وما بين احمد جمال، ما بين المستشار وما بين احمد جمال. هل احمد جمال كان ينفذ سياسة رئيس النادي اللي هو رئيس مجلس إدارة القناة، لأن هو شغال عنده أو شغال يعتبر تحت قيادته، هل كان الصح أنه هو ينفذ ولا لا؟ ده برضو متروك ليكم في التعليقات، اكتبولي في التعليقات. ولكن رحيل أحمد جمال وبنسبة كبيرة، يعني برضو نسيت أقول لكم، طب أحمد جمال مصيره إيه؟ احمد جمال ممكن تبص تلاقيه في قناة من القنوات اللي هي بيسموها مش عارف بي ولا سي ولا في، يعني في التقييم بتاعه، يعني بنسبة كبيرة ممكن تلاقي احمد جمال مثلا، انا بديك مثال يعني مش معلوم، في الحدث، ممكن تلاقيه في قناة الشمس، ممكن تلاقيه على المحور، ممكن تلاقيه في يعني في اي قناة
لان احمد جمال انا رايي فيه ما اتغيرش، احمد جمال اعلامي مهني ممتاز، وانا قعدت قدامه، والحلقه اللي انا طلعتها على قناه الزمالك كانت مع احمد جمال، وانا كنت من المحظوظين اللي انا طلعت مع احمد جمال او كريم ابو حسين او خالد الغندور، التلاتة بصراحة ممتازين. ولكن احمد جمال يمكن انا ما قعدتش قدام، يعني هو كريم ابو حسين صاحبي وحبيبي وصديقي وانا كنت نفسي اقعد معاه، وخالد الغندور برضو كابتن التاريخ النادي الزمالك برضو كنت نفسي اقعد معاه، ولكن اللي انا قعدت قدامه وشفته كان احمد جمال ممتاز، اعلامي ممتاز. ولكن يبقى الخلاف ما بينه وما بين المستشار مرتضى منصور قائم. اتمنى ان الخلاف ده يزول، واتمنى ان احمد جمال بشكل او باخر يعتذر للمستشار مرتضى منصور. مستشار مرتضى منصور قلبه ابيض، ما بيشدش من حد، ما بيزعلش من حد، بيبقى زعل لحظة انفعاله. لو تفهم المستشار مرتضى منصور كويس عمرك ما تزعل منه، عمرك ما تزعل منه. هو ممكن يتعصب في ساعتها وتيجي تكلمه بعد 3 دقايق تبص ليه بيضحك وبيهزر معاك، فهو قلب ابيض. فاتمنى ان في الوسطاء يتدخلوا، واتمنى يصلحوا ما بين الاستاذ احمد جمال والمستشار مرتضى منصور، لاني يرجع بيته ويعتذر لرئيس النادي سوء تفاهم في حاجه في مشكله في 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 تتحل على خير ونلم الشمل. اتمنى احمد جمال يقوم بالمبادره دي، حد يقوم بالمبادره دي يحاول يقرب وجهات النظر مع المستشار مرتضى منصور اللي قلبه ابيض، وان شاء الله يرجع احمد جمال بيته ويرجع القناه، ولا هو هيقدر يستغنى عن قناه نادي الزمالك، وان شاء الله قناه نادي الزمالك ما تستغناش عنه لانه ابن من ابناء قناه نادي الزمالك. والمستشار مرتضى منصور ده اب وقائد كده كبير لكل الزملكاويه. سعدت جدا بيكم، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، ولو الحلقه عجبتك وشايف ان اتبذل فيها مجهود كبير اكيد مش هتنسى انك تدعمنا باللايك والشير، ولو ما اشتركتش في القناه فاكيد هيسعدنا اشتراكك معانا في القناه وتفعيل الجرس واللايك والشير للفيديو. بعد انتهاء مباريات كاس العالم هنحط مواعيد محددة لللايفات والفيديوهات ان شاء الله باذن الله. لخبطة كاس العالم دي تعدي على خير. سعدت جدا بيكم وشوفكم على خير، والسلام عليكم. مع الف سلامة.